السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. الشرف بكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم لكثرة الطلبات بتطوير الصوت وقابلية الصوتية لكثير من أخواننا وأعزائنا بالعراق والعالم العربي والعالم. الشرف بكم مرة أخرى، ونكمل مشوارنا بقراءة الجملة الصوتية بتطوير الصوت. شلون تقرأ جملة صوتية وتطور صوتك، صوتك شلون تطوره وشلون تخلي قابلياته ممتازة، خاصة من خلال ما أنتم تنمون عليه في مشاركة أو المشاركة في المسابقات العربية. قبل ما أبدأ أحب أن أنوه أنه عندنا دورات أونلاين معي مباشرة في تطوير الصوت والغناء وتعلم مبادئه بصورة محترفة وجيدة. تقدرون تلقون المفتاح أو رقم الهاتف أسفل كل فيديو وموجود أمامكم بالشاشة. هذا تقدرون تتصلون به حتى تعرفون اللي هي في الحقيقة ثمان محاضرات في الشهر بسعر زهيد إن شاء الله. تتعلمون مبادئ الغناء وتطوير صوتكم وعملية النفس الحقيقية في الصوت. بداية أنه إحنا من نقرأ لازم قبل بساعة ترجعون على الدروس اللي كيف تقرأ أنت. هذا كم ضربة؟ هذه ضربة واحدة اللي هي نوار، وها طبعا هناخد تفاصيل بالدروس. فمن نقول طيب هذا إذا نريد ناخذ بالنغم شو راح يصير عندنا؟ راح يصير لنا دو فا. آخذ نفس، أحبس النفس وأقول دو فا دو سال ري دو دو ري سال. نقول دو فا دو سال ري دو. أي أرجع بالعكس حتى قوي نفسي دو ري سال دو فا دو. ومن ثم موجود سلم العجم اللي احنا نقدر نطور نفسه به. قبل ما تبدون لازم عليك انه تسوي دو ري مي فا صول سي دو كله، طلع النفس بعدين دو سي لا صول فا مي ري دو دو ري دو مي دو فا دو سال دو لا دو سي دو 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 سي دو لا دو سول دو ري دو مي دو فا دو مي دو دو. يعني تصير تعاقب بالنغمات. هاي كلها احنا ناخذها بالدروس المحاضرات اونلاين المشتركين بها الطلبة وبصورة ترتيبية ومرتبة. لكن انتوا اذا تريدين تطورون صوتكم تابعون هذه الدروس بتطوير الصوت وقابليات الصوت، ولازم تعرف بعض الامور الفنية والعلمية والثقافية بخصوص الصوت. اتمنى انه استفاديتوا اخواني من هذا الدرس. لا تنسون اللايك والاشتراك في هذه القناة، هي اول قناة عراقية لتعلم العود والغناء العربي والنظريات. لا تنسوا الاشتراك بالدورات الموسيقية، وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.